الدار. اليوم عندنا درس التربية الفنية في ثانوية التفوق الأهلية للبنين. درسنا مثل كل مرة هي أشغال يدوية. اليوم شغلنا راح يكون عن كيفية عمل لوحة فنية بواسطة المسامير ولوح من الخشب. قبل كل شيء مثل ما مر درسنا السابق شغلنا بالتلين انه لازم عندنا نهيئ العمل شنو نريده نريد ننفذه، يعني لازم نخططه قبل ما نبدي، يعني كون فكره قبل ما نبدي وين بالشروع بالعمل. بالبدايه ناخذ لوح من الخشب قياس معين، اي قياس يعني حسب الشكل اللي نريده. بعد ذلك شو نسوي؟ نخطط الشكل. قلنا الشكل عندنا يكون شنو؟ مسبقا محضرين. مخططين على الشكل تقريبا ذي قدام على مود الوقت. التخطيط يكون كل ما يكون بسيط يكون احسن، التفاصيل تكون شوي في يعني مو كل شيء ما اعرف شنو، لان شغله المسامير هذه لها دقه، كل ما يكون بسيط يكون احسن. ورا ما هيئنا العمل يعني خططنا راح نبدا شنو؟ تاسيس عليه بايش؟ بواسطه مسامير. دائما ملاحظه قبل ما نبدي، دائما نبدي بالخطوط عافيه، بالخطوط من الداخل، ليش؟ لان اذا نستطيع شنو؟ يعني نسيطر عليه على الجسمان، اذا عفناه صار بالداخل ما نقدر بعد، فلازم نبدا منين؟ من الداخل، يعني نقدر نبدا الخطوط الخارجيه، بس مرات شنو؟ تصير خطوطنا بالداخل يعني ما نستطيع شنو نسيطر على المسمار ما نريد ندقه، فدائما نجي الشغلات الصغيره الخطوط الداخله بالعمل الفني نبدا بها، بس يعني نقدر نبدا وين؟ خطوط الخارجيه، بس من نوصل للخطوط الداخليه يعني نبدا بها قبل ما نبدا بالخطوط الخارجيه. المسامير اي حجم حسب اللوحه اللي نريدها، اكو بالانش نص انش اكثر، مرات اللوحات تكون شنو يعني احجام كبيره نحتاج لها مسامير اكبر. الخيوط هاي خيوط الصوف ايضا هي يعني راح يكون فيها كون العمل. بالبدايه قلنا شنو راح نبدي؟ خطوط الخارجية. نحاول المسافة بين بسمار وبسمار تكون متقاربة، يعني لا كلش بعيدة ولا كلش قريبة. إذا تكون بعيدة راح الشكل شوية عندنا يصير بيه رتابة. إذا قريبة لا يكون شوية توازن بالعمل. نحاول نكون نستعجل. كل ما تكون بسامير صغيرة تكون أحسن، يعني حجمها صغير عمود تكون سيطرة من سيطرة للخيوط. بس أنا ليش بديت بهذا الخط؟ لان يعني اذا راح ابدي بهذا الخط هاي شوي يصير عليه صعب، فابدي بالداخل. يلا شنو؟ كل ما تكون المسافات متقاربه تكون اللوحه اكثر اتزان وجمال. المسمار ما بيه كل عواد شوي يكون، نحاول من ثبته يكون تساوي. احنا عادين مسبقا اللوحه تقريبا، بس يحتاجين بعد خطوط. هسه الطلاب تباشر بالشكل الموجود، كل واحد امامه باشر يكمل الباب.
منو ما عنده؟ بشكل منتظم راح اللوحة تكون أبرز وأحلى. إحنا مو مرة يعني مرة مرتين، نعيد أكثر من مرة على نفس المكان عم يطلع لنا الظل والضوء بالشكل. الخيوط هاي المسامير موجودة طبعا بالأسوار بأسعار مناسبة، حتى بالبيت نقدر كل شيء نسوي. تقريب مثل الحياكة بس الصورة أبسط. هسه وصلنا هاي المرحلة، تقولوا طلاب هسه وصلنا هاي المرحلة، أجي أرجع مرة أخرى على الشكل. ليش قلنا نرجع مرة ثانية؟ عمود الغطاء أكبر مساحة ممكنة من العمل، يطلع لنا الظل والضوء بالشكل. باشا طلاب خير
شكل. بعدين هذا نهاية العمل مالتنا، لوحة أو أشغال يدوية واسطة مسامير وخيوط الصوف، تكون اللوحة بهاي الصورة، صورتها النهائية. تفضل أستاذ عزيز. بعد كل اللوحات عدة لوحات مختلفة بهاي الأشكال.
كل ما تكون مواضيع بسيطة مرور الزمن راح شنو يصير عندنا الممارسة أكثر بالاستمرارية، راح تكون نكون أشكال أكثر، نبدأ نسوي بورتريتات يعني وجوه شخوص بهاي الحالة. هذا أيضا جانب آخر من الأعمال. أيضا جانب آخر من الأعمال. إن شاء الله تكونوا استفادتوا من درسنا البسيط. استفادين طلاب؟